الفولورز باللايك بكل شيء. ثانك يو اول. The Lebanese team رح يبيض الاغراض مثل كل سنه. Let's do it. Enjoy your day. CIK. Maybe. Sunday fun day. منا 1 hour cardio run. بسور. Now it's time to eat. حلو الضوء هون. 2 weeks out. We're squeezing every bit of energy and fat. ليكو البيبي صار كله عرق. عم ساوي لكم كل شيء لتعرفوا كيف عم نتحضر وكيف رح نوصل على ميامي. ليكو. This is not oil, guys. This is fat crying. This is sweat. Oh my god. I like the vacuum. Shoulders, arms. Yes, this is how we do it. اليوم صح it's a rest day. بس نحن اليوم هنكون active قد ما فينا. قد ما الانرجي تخدمنا. Right, baby? Right, let's do it. بعدنا 2 weeks of heavy, heavy, heavy training, posing, cardio. Boom. I don't like nobody but you. Slide, you're the only one here. Good morning, everyone. 1 week out. قبل ما نسافر. 2 weeks out. قبل الكومبيتيشن. هاي نيما. هاي بيبي. هيتي. خلصنا كارديو يا نحنا يا حلو. خلصنا كارديو. خلصنا كارديو. 1 hour cardio. Time to eat. نيما عم يلحقني feeling great. Good morning, everyone. 3 days قبل ما نسافر. Actually, 2 days قبل ما نسافر. هلا خلصت my morning cardio. لأن كان في كتير مظاهرات بلبنان امبارح ونحن تظاهرنا. واليوم أنا خفت كمان يرجع تتسكر الطرقات وما لحق أعمل شيء قبل السفرة لأنه عندي تحضير البكيني. عند الخياطة زبطه. في عندي كتير قصص حضرة ولأنه عم نحضر ل our wedding ما حدا عارف. It's a secret. So the dresses منون معي. الهيلز منون معي. لا الهيلز معي. Everything else منون معي. بس الهيلز معي. So تخيلوا شو عملت. وعيت الصبح كتير بكير. صفيت سيارتي على باب الخياطة. محل باب الخياطة. وعملت لي جوغ هون ببيروت الصبح بكير انا وعم بركض. قطعت حد شي 40 محل فرن عم يعملوا مناقيش وخبز وعم شم ريحة القهوة وعم بركض وعم بصبح بونجور بونجور. خلص الكارديو وهلأ صار وقت الركض. انا ان شاء الله قاد اليوم رح اعمل كل شي وعمل ماي تريننج. امبارح ما لحقنا ما قدرنا نوصل على الجيم لنتمرن ولا نقدر ناكل اكلات اي كيتشن فحضرناهم كلهم بالبيت. سو so, probably اليوم لازم نلحق نعمل كل شيء.
you. Hello, hello. Okay. اليوم نهار منه طبيعي كتير, واليوم رح سافر أنا, بس عبالي انزل اتظاهر, بس ما في وقت, ما في شيء عم يكون on time, ما عم نوصل لعند الدرس, ما عم نوصل لعند الشوز الاكستنشنز, ما عم نوصل عند اليوم تريننج بالجيم, كل الطرقات مسكرة, ويلي انه قلبي مع كل لبناني بدي انزل ومع العلم, وبرجع بقول يعني انا ما رح اوصل على المطار اذا بدي كفي هيك, اذا كل الشارع بدي انزل. So, مواعيدي عن عند الكل عم بتأخر عليا, بس وصلت لعند وسام سرجي, فهلأ عم نعمل نفضة سريعة. ما بعرف كيف امبارح ضبيت الشنط, أخذوا معي 9 ساعات, بلشت على الساعة 6 خلصت 3 الصبح, لأنه سافرتي طويلة هالمرة. I'm very excited, بس ماشي أعصابي من الأول اليوم, عم جرب كون كول كول, امشي هون مسكر, امشي هون مسكر, تليفونات ما عم نوصل, نا 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 نا. اوكي سسبنس كتير حلو, بس ان شاء الله نوصل على المطار. I made it to the gym. اليوم نهار, واو واو, شو يا بيبي, اخذ تمرينة بـ CAK gym قبل ما نتمرن بميامي. USA, here we come. ضبيت اغراضك, everything is ready. Born ready. شفتو, that's the spirit. وهلأ رح فرجيكم, خلصنا التريننج ورح فرجيكم شو وصل هلأ بباك CA kitchen. محمد افتح لنا هيدا المرات لنشوف كلهم إلا هولي. They're all going to USA, to Miami and to Vegas. Are you excited? So excited. رح نقدر نوصل على المطار؟ Yes, أكيد رح نوصل على المطار, بالطيارة نروح على المطار نحن. أنا وميوشا والجي اي كي ما نقلكن Enjoy your day. سي اي كي. I'm visualizing the other golden medals and other golden trophies. Last touch. ما يوجد حدي, وأهم شيء اللي نظم كل شيء, يرتب كل شيء. The one and only, our special dietitian, Stephanie. She's a great athlete too. Enjoy your day. JK. ما احنا مسافرين. Yes, we're done. خلص. Last mission in Lebanon. Done. We're heading to Miami tomorrow. Oh, oh, oh. وحذروا قدي انا محظوظة, اجا الفستان لعندي على سي اي كي جيم مع كل التيم. Thank you so much, it was perfect. Thank you, يعطيكم الف عافية. Thank you. احنا صرنا بالمطار and we're eating سي اي كي جيم. We're so hungry, so hungry, so so hungry. Sleep mode on. Hello. How are you? It's straight and right. Thank you. Yeah.
much. Oh. Miami, here we come. عنا هلا طيارة 15 ساعة لنوصل على ميامي. نحن وصلنا على ميامي. عم ناكل almonds from CA Kitchen. شوفوا ميامي الحلوة. ريحة ميامي اشتقنا لها سنة. 1 year قطع. 1 year. كيف قطع الوقت بسرعة؟ Time to check in. اخر نهار depletion. كان training day. And then loading tomorrow. وجهنا ضعفان بس ها؟ كثير depleted مقشقة البيبي وانا كمان ما في اضحك ليك اذا ضحكت ليك شو بصير